أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز وضع علامة بألوان أو ببعض الأصباغ على القبر؟ لا، ما يجوز وضع أصباغ على القبر من باب العلامة ليستدل به، ما يجوز. لكن يضع عليه حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حجر ما يدرى، حجر ما يعرفه إلا صاحبه. ما إذا وضع عليه أصباغ وألوان جلب الناس وقالوا هذا شيء الميت، العوام اللي ما يدرون يحسبون أنه ينفع، وهذا فلا يجوز وضع الأصباغ والألوان على القبور، هذا مثل التجصيص. نعم.